تينا على ضواكم تقول واحد الكلمه في هذا انت الابنة ديال جلول محمد جلول اللي ايدت المحكمه الحكم بحق اليوم كيفاش شفتي هذا الحكم؟ انا ما كنستغربش لان الدوله ديالنا دائما كتقمح حنا ديجا حكموا على بابا 5 سنين و45 يوم عطاو لي 10 سنين ولكن انا كنقول هاد الدوله انا ابنة ديال جلول وحنا هو عنده 3 ديال الوليدات واخا شديتو جلول راه عنده 3 وانا كنرفض اخر بابا والله ما ينزلوا دموعي لحقاش عرفت علاش كيعتقل علاش اعتقلتوه لانكم نتوما كيعجبكم الفساد والمفسدين ولكن هو كيهضر على الحقوق ديالو انا كنفتخر بابا وعاش محمد جلول وافتخر لانني ابنته والله ما يجلو دموعي لانني اعرف انني ابنته البطل. تحية.